القانون بتشكيل محاكم خاصة هذه المحاكم من قضاة عاديين لمحاكمة المتهمين وتبقى دايرة واحدة مسؤولة قدام الشعب لمحاكمتهم عشان يبقى فيه سرعة وتعلن علنية يبقى دي مطالبة والكلمة للأستاذ كلمة للزميل نسمع بعض كلمة للزميل الأستاذ تعرف نفسه اتفضل أنا حكم رجب الشميخي محامي رجب الشميخي محامي وإحنا يا جماعة من أربع شهور بالظبط عاملين حملة اسمها الحملة الشعبية تطير واستحقاق بس لو سمحت وإحنا حتى عملنا مؤتمر هنا في نقابة المحامين ودعينا ناس كتير وما كانش فيه اقبال كبير من المحامين لو سمحتوا لان النقابه ديت وعايز اقولها ما تزعلش مني يا استاذ محمد احنا كدورنا في الثوره كان دور سلبي احنا طلعنا مره واحده وانا عن نفسي كنت هنا ومن اول يوم واحنا بعد حتى موقعه البغال والحمير ديت كان في امن وخدوا من جنبنا واحد معلش انا هقول لحضرتك حاجه عايز اقول ان احنا موقفنا سلبي احنا نقابه المحامين ديت المفروض ان هي اللي تقوم بالثوره من جديد الثوره اللي قامت وعدت ديت هم ضغطوا عليها وفرغوها من مضمونها واحنا حتى في الائتلاف يعني احنا كنا في اتحاد شباب الثوره وتفرقنا ودخلنا الائتلاف وبقى في 186 ائتلاف لان هم بيلعبوا عشان يفرقوا الناس فرقونا خالص فاحنا عايزين النقابه ديت نجتمع كلنا النقابه دي هي المفروض تقود المجتمع نص مليون محامي وما لناش اي تاثير خالص وناس كلها فاهمه القانون عملنا ايه ما عملناش حاجه مش عايزين نضحك على نفسنا احنا عملنا حمله شعبيه لتطهير واصلاح القضاء ومعانا مستندات قد كده ضد فساد قضائي واحكام مزوره واحكام صادره بالتبادل وقاضي حاكم لنفسه وقرارات تعيين صادره لابناء مستشارين خدوا الكليات في 15 سنه معانا قايمه باسماء 3000 ضباط شرطه في القضاء العالي اسماء والحصر معانا عملنا مؤتمر في نقابه الصحفيين حتى ما تذاعش على القنوات التلفزيونيه وكان في 12 قناه وخدوا المؤتمر وحطوه في الدور فاحنا معانا بلاوي القضاء ده فيه 3000 ضابط شرطه كلهم على المنصه فيا اخوانا عايزين نفوق ما هو دول ضابط الشرطه طول ما هو موجود مش هيحكم وبعدين هم كلهم عائلات مع بعض متشابكه معانا قائمه بالتوريث فيها 1500 قاضي ووكيل نيابه 1500 قاضي ووكيل نيابه معظمهم المقبول ولجنه انا ثواني بس عشان اقول لكم انا بقول لكم كلام موثق اللي عايز ينشره وعايز صور في لجنه الشؤون السياسيه في صور من الكلام ده نجيب هنا بس نشتغل نشتغل وبعدين يوم 23 يوليو انا اقول لحضرتك هنجيب لك هندي لك موجود والاستاذ معانا الاستاذ معانا مؤسس ما انا عضو مؤسس في اللجنه احنا معايا القرارين اللي صدروا بتوع يوم 23 يونيو بتاعين دفعه 2008 و2009 مجلس دوله فيهم 59 ضابط شرطه والمعظم باقي الدفعه اولاد مستشارين وحوالي 10 اولاد دكاتره وخلاص وفينش وده بعد الثورة لا عدالة اجتماعية ولا اللي احنا رحنا متنا من اجله ولا اتخذنا دورنا يوم الجمعة 8/7 الحديث ينصرف الى كيف نفعل دورنا يوم الجمعة عشان بس المسالب معروفة يا اساتذة المسالب كلها معروفة برضو حدد حدد عشان المحامين تعمل لنا منصه يوم الجمعه لا لا مش منصه تعمل يوم الجمعه خلاص خلاص نعمل يا اسطى مراحل تحتيه ومطلبنا الاساسي مطلوب من انتخاب المحامين واصلاح القضاء يا استاذ احنا يا اخوانا القضاء والاعلام الاحزاب والحركات والجبهات والناس الكتيره اللي طالعه كله عمال ينزل في الاعلام مدى مشاركته يوم الجمعه واللي مش هيشارك والاخوان المسلمين لسه بتدرس احنا كنقابه محاميين كيان مستقل مطلوب من حضراتكم نقابه الحريات بيان رسمي البيان رسمي ينزل في الميديا في التلفزيون في الجرايد بان نقابه المحاميين بتشارك الثوار يوم الجمعه وبتشارك الطلبات الثوره ونكتب طلبات الثوره اللي ايه الدستور اولا نكتب الاصرار على محاكم نكتب تطهير الاعلام نكتب تطهير القضاء نكتب الطلبات بتاعتنا وتذاع في بيان رسمي صادر عن لجنه الحريات بنقابه المحاميين بعد اذن عليك وهو ده تفعيل دورنا ليوم الجمعه الجايه لان لما نعمل البيان ده الدنيا كلها هتتشجع الثوار هتتشجع
الناس كلها عايزه من حق المحامين من النقابه ولا التحقيق من الاستاذ اهو ده البيان ده الحريات لجنه الحريات من نقابه المحامين طبعا من هنا يعني لا لا احنا بما اننا محاميين طالعين يوم الجمعة لازم كل محامي يلبس الراب دليل على ان ده محامي عشان نعرف مدى التجمع هيبقى شكله ايه للمحاميين ما ممكن يبقى الكلام كويس دلوقتي ومش هنلاقي اي محامي بعد كده يوم الجمعة فلازم يبقى الروب يا استاذ محمد هو ده اللي ميزنا يوم الجمعة اللي مش هيبقى عايز اقول عايز اقول كلمة واحدة بس عايز اقول ان قضية القضاء هي قضية مصر وان في الفترة في ظل النظام السابق كان القضاء مع وزارة الداخلية مؤسستين مشتبهتين من احد الاسباب اللي خلت الناس تخرج للثورة هي وزارة الداخلية والظلم الذي كان يتعرض للناس داخل الاقسام والمعاملة القضاء كان بتمارس فيه نفس الافعال التي كانت بتمارس وزارة الداخلية فانا بضم صوت الاستاذ رجب وبقول لازم ننتبه لهذا الملف لان القضاء لا يعني لا ما في اوجه شبه كتير بينهم يتماثلون مع وزارة الداخلية سواء في التعيينات ابناء القضاء بيتعينوا والمعيار هو المحسوبيه وغياب معيار الكفاءه فده الفعاليات الاستاذ سعد يا عم خلص الاستاذ يا عم استاذ مربان الاستاذ سعد حسب الله امين مكتب التنفيذي للنادي الكبير بسم الله قاعد يا حاج قاعد بطل تقعد بره قاعد قاعد يا عبد الحسن